الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم أحبتنا في عدد جديد من حصة صحابيات جليلات على قناتنا قناة النهار. سنتناول ونتطرق في حصتنا هذه إلى بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي هاجرت تلحق بأبيها إلى المدينة المنورة، وهي التي طلقت تعسفا وكسر خاطرها، ليس لذنب فقط إلا لأن أباها كان محمدا صلى الله عليه وسلم. هي إذن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أم كلثوم ولدت في السنة السادسة قبل البعثة، ونشأت في بيت الزوج فيه محمد والزوجة خديجة بنت خويلد، أكمل النساء وأرقى الرجال وأعظم الرجال. نشأت نشأة أدب وخلق ونشأة عفة وطهارة. تزوجت أم كلثوم من عتيبة ابن أبي لهب، فذهبت إلى بيت فيه أبا لهب وأم جميل. عتبة تزوج من رقية وأم كلثوم تزوجها عتيبة، فدخلت في هذا البيت الذي قلنا فيه أبا لهب وأم جميل، قاسية القلب وسليطة اللسان وشرسة الطبع والنفس، فكانت تعاملهما معاملة سيئة، ولم تشتكي كما قلنا البنتين، لم تشتكي ولم تتأفف من ذلك، وصبرت على ما كانت فيه. الحقيقة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرسالة، اشتد غيظ أم جميل وزوجها أبا لهب، فسلط على النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكذب وأشد البهتان، وكانت حتى حمالة الحطب كما قال الله عليها. فالحقيقة بنزول سورة المسد زاد غيظ أم جميل وزوجها، فطلبت هي وأبا لهب من ابنيهما أن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم ليشغلاه بعرضه وليشغلاه ببنتيه وانتقاما منه، حيث قال أبا جهل لابنه عتيبة: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنة محمد. فطلقها عتيبة. عتيبة لم يكتفي بتطليق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل ذهب يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبا لهب يعلم أن مكانة النبي ويعلم أن دعوة النبي مستجابة، ففي هجرته أو لا في ففي رحلته، لأنه كان تاجرا، ففي رحلته إلى الشام كان أبا لهب يوصي إخوته ويوصي الذين يسافرون معه أن يحرسوه ليحموه من دعوة محمد. وما كان في أحد الليالي إلا أن نام المسافرين ومن بينهم عتيبة، فجاء أسد يتشمر ولم يأخذ أحدا من الرجال غير أنه سحب عتيبة من بينهم وأكله ولم يبقي منه شيئا. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وهكذا كانت نهاية عتيبة. نعود إلى السيدة الفاضلة أم كلثوم التي عادت إلى بيت أبيها منكسرة، ليس لذنب إن اقترفته ومطلقة، إلا أن ذنبها هو أباها محمد، لأن أباها الصادق الأمين. بقيت مع أختها فاطمة الزهراء في بيت أبيها، وشهدت وفاة أمها، وحزنت وأختها على أمها وفراقها لهما حزنا شديدا، كما كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وصبرت واحتسبت. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة، فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لحقت بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته سودة، لحقت به صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقيت ما بقيت في المدينة حتى توفى الله أختها رقية.
التي كانت زوجة عثمان. فلما توفت رقية وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم لعثمان. فالحقيقة ذكرنا في قصة حفصة أن عمر بن الخطاب عرض على عثمان أن يتزوج حفصة فاعتذر ولم يجب دعوة عمر. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان. إذانا بزواج مبارك بين عثمان بن عفان وابنته أم كلثوم. وكان بزواج عثمان من أم كلثوم النورين، فقد كان النور الأول رقية والنور الثاني زواجه من أم كلثوم. هكذا عاشت السيدة أم كلثوم مع زوجها في رحبة إيمانية وفي عبادة لله عز وجل، وهي التي لم تنجب الحقيقة لعثمان الولد، غير أن أختها رقية أنجبت عبد الله وتوفي صغيرا. توفيت رضي الله عنها وأرضاها في السنة التاسعة للهجرة، وقد بكاها زوجها وبكاها أبوها بكاء شديدا، كيف لا وعائلته تذهب الواحدة تلو الآخر. فبكاها وصلى عليها ودخل قبرها رضي الله عنها وأرضاها علي والفضل بن العباس وكذلك زيد بن الحارثة، ويقال أن طلحة أبو طلحة الأنصاري كذلك دخل قبرها رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد الذي تحدثنا فيه عن حياة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان، والتي نستقي من حياتها العبر والمواعظ. فمن أهم عبرة وموعظة نستقيها وهي حسن اختيار زوج البنت أو زوج الأخت، وخاصة صاحب الخلق والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: لو أن لنا ثالثة لزوجناها عثمان، أي لو أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة أخرى لزوجها لعثمان لأخلاقه رضي الله عنه ولمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل. فإذا نقول لكم سحفظكم، ونقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات. ودون أن ننسى دائما أن نشكر فندق أزاد بزيرالدا على ما قدمه لنا وعلى هذه الخدمات. نستودعكم الله ونطلب منكم أن تنتظرونا في عدد جديد. فالسلام.